يبدو الشتاء قاسيا على أكثر من 1,700,000 لاجئ سوري في تركيا والأردن ولبنان ومصر، وذلك بعد أن أعلن برنامج الغذاء العالمي تعليق المساعدات للاجئين السوريين بسبب الأزمة المالية ووقف صرف بطاقات الحصول على الطعام. يا الله ميتين البرد، لا عندي حرامات غطى بلعبي، لا عندي سفنج. هون في وحدة شحدتنا سفنجي، سفنجتين وحدة هالقدة نايم هذا عليه، وحدة هيك كبيرة شو بنايم ثلاثة عليه. يعيش الكثير من الأطفال حفاة ومن دون ملابس مناسبة تقيهم البرد. يعني بهالصواب كمان، والصواب يا شعلي ما عم ندفع، ووحل مثل ما انك شايفي. أنا صار لي هون بلبنان سنة عايشة على ورقة الأمم، على الأمم وبس، ما في عنا يعني إنه شيء من برا معنا. برنامج الغذاء العالمي وجه نداء لجمع 64 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة اللاجئين في شهر كانون أول الجاري، وتؤكد المفوضية العليا للاجئين أن فصل الشتاء يعد مرحلة صعبة على اللاجئين فضلا عن التداعيات الكارثية بسبب تعليق المساعدات.